بهالحلقة الخاصة اللي فيها عم نحكي مع الفنانين اللي أصدروا أغاني بمناسبة عيد الأم، بينضم لنا الفنان المطرب حنا خرمان. مرحبا حنا. هلا شادي، رمضان كريم أول شيء، رمضان كريم وعامته بألف خير، وإن شاء الله هالأيام ترجع الحلوة لإلنا ولإلكو يا رب إن شاء الله على الجميع. نحكي على هالأغنية اللي أصدرتها رغم رحيل الوالدة، رحلت الوالدة قبل كم من سنة حنا؟ الوالدة رحلت في 30/5/2023، الله يرحمها، مش زمان، كمان شهرين بيصير سنة. هم أمواتك خليلك أحبابك يا رب. وانت طبعا الوالدة الناس تعرفها لأنه كنت تشارك معها فيديوهات شفت على مواقع التواصل، صح؟ صح، في وقت الكورونا كنا ننزل أنا والوالدة ونعمل فيديوهات اللي هي عفوية وحلوة، كانت بترجع لها الفيديوهات هالأيامات تذكرها؟ بنرجع، وبعد في ناس بتعلق، بتكتب تعليقات على الفيديوهات على المواقع على الفيسبوك والانستغرام على اليوتيوب. الأم القوية سميت الأغنية، صح؟ الأم القوية. أيوه. ليش الأم القوية؟ احكي لنا. أنا كانت قوية. قوة الأم بإيش بالنسبة لك؟ بكل إشي. بكل إشي. أم الحنونة بس قوية في حنيتها، يعني بكل إشي قوية، مش إنه قوية في المعنى السلبي، قوية في المعنى الإيجابي. طبعا الفكرة صارت هيك بسرعة كلها، يعني كانت سريع الإشي، وتواصلت مع حبيبنا داود إبراهيم، طلع له تحية، بقدم له تحية، أكيد موجه له تحية. مش أول تعاون بيناتكم؟ تعاون غير كنت عملنا أنا وياه أول تعاون. صح، نتذكر هالأغنية الناس حكيت. مظبوط. وسجلتها وأطلقتها إسا. كان الإشي سريع، بقول لك يعني كتبنا، يعني أنا بعثت له رسالة. في شاب بعت لي أغنية للأم إنه أسمعها، يعني إنه جاء فترة هذا الشهر وبده هيك يرجع لي ذكرياتي أنا وأمي، بعت لي أغنية إنه فألفه وتسمع. بقول له ليش عم هيك عم بترجع يعني بتفتح لي جروحي إسا. فصار الإشي، بعته دعا لدهود هيك، قال له في عندك إشي للأم؟ وهو ما كانش عارف انه الوالدة توفت، فبتصلي بقول لي انا مش عارف انه الوالدة توفت، وعم باخذ بخاطري. قلت له داود كل شيء تمام، الوالدة توفت شهر 5 والحمد لله، احنا بنقول نشكر الله دائما على كل شيء ويرحم امواتك، يعني بدي هيك هيك. فشرحت له الوضع وشو صار وهيك. الكلمات مشتركة بينك وبينه؟ كلمات مشتركة بينه وبينه، واللحن مشترك بينه وبينه، يعني انه كتب اول شغلة كتبه، انا مسموح لك تغير اي جملة بدك، فصرت اغير جمل. يعني انت شو كان اهم شيء انه تكون بالاغنية موجود، اي معاني؟ انا كان همي اول شيء انه نحكي على الام بشكل عام، شو الام بالنسبة لي لكل واحد، يعني والذكريات اللي كانت بينه وبينها. يعني في الاغنية في مثلا انه فنجان القهوة شو شتاء، يعني أنا الصبح شادي كنت فيه من النوم أروح عند أمي وأشرب فنجان قهوة، يعني أنا لازم أشرب فنجان قهوة أنا وأمي. أنا يعني فنجان القهوة مع أمي الصبح. فأنت افتقدت هاي العادة. هذا الإشي مش موجود إسا، وكتير كتير بعز علي، يعني ناقص، يعني ناقصني كتير. الله يرحمها. إيش يرحم أمواتك، خلي لي إياك. خلينا نسمع الأغنية لكان حنا، تحب تقول كلمة للأمهات اللي عم بيسمعونا بهالنهار؟ أكيد. أول شيء كل عام كل الأمهات بألف خير، كل سنة وهن سالمين. طبعا للي فقد أمه زي في كتار، بتأمل تنال إعجاب كل أغنية، وتتذكروا الكلمات اللي راح تسمعوها، وتتذكروا الأعداد اللي كنتوا تقعدوها. وكل واحد عم بسمعنا كمان عنده فرصة يروح يقعد مع أمه، مش بس اليوم مثلا أو في عيد الأم، لا كل يوم يستغل وجودها. لأنه كتير الفراق كتير صعب. من طفل غنى غني شوفيني اليوم ونصرت